اهلا بكم مره تانية في بتوقيت مصر. منظمه هيومن رايتس ووتش اكدت ان التعديلات الدستوريه المقترحه ستقوي استقلال القضاء وتوسع السلطه التنفيذيه اللي هي اصلا بتسيء استخدامها، وبالتالي التاصيل لحكم الفرد اكثر من الوضع القائم حاليا، خصوصا مع منح المؤسسه العسكريه صلاحيات اضافيه بتخليها وصيه على الحياه السياسيه. في نفس السياق اصدرت 11 منظمه حقوقيه بيان بعنوان لا للانقلاب الدستوري، رفضت فيه التعديلات الدستورية وقالت إنها بتهدد، هذه التعديلات تهدد استقرار مصر. من بين هذه المنظمات الموقعة مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من المراكز. تعالوا نشوف مزيد من المعلومات أو مزيد مما قالته هذه المراكز والمنظمات في بياناتها، لكن في التقرير الحالي. في ظل حملة النظام لخلق حالة تأييد شاملة للتعديلات الدستورية المقترحة، الأصوات المعارضة لها تعلو رغم محاولات مختلفة لكبتها. آخر الانتقادات البارزة جاءت عن طريق تقريرين من منظمات حقوقية دولية ومحلية صدرا اليوم، أولهما عن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير بعنوان خطوة لتعزيز الحكم السلطوي. وفقا للتقرير يقول مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن التعديلات تعزز من قدرة الرئيس على خنق قدرة الناس في تحدي أصحاب السلطة، إضافة إلى إعطائها القوات المسلحة سيطرة غير محدودة على السلطة المدنية. كما يشير التقرير إلى أن التعديلات تقوض من استقلالية السلطة القضائية من خلال منح الرئيس سيطرة أقوى على تعيين كبار القضاة ونزع سلطة مجلس الدولة على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانوناً، إضافة إلى توسيع قدرة المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. الحكومة المصرية بدورها اعترضت مرارا على تقارير هيومن رايتس ووتش التي تنتقد ملف حقوق الإنسان في مصر، وشككت في معلوماتها وفي دوافعها لانتقاد النظام المصري بشكل اعتبرته الحكومة مغرضا. ولكن بيان آخر صدر اليوم عزز موقف هيومن رايتس ووتش. البيان صدر بعنوان لا للانقلاب الدستوري، ويتضمن انتقادات لاذعة للتعديلات من قبل 11 منظمة مصرية ودولية، أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، كوميتي فور جاستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. واعتبرت المقترحات انقلابا على شرعية الدستور وهدما عمديا لدولة القانون التي يتعين على مؤسسات الدولة في المقام الأول احترامها. أعلنت المنظمات رفضها التام للتعديلات، مبدية حزمة من التخوفات على المؤسسات القضائية والعسكرية والديمقراطية. مجلس النواب المصري الآن في طور مناقشة التعديلات الدستورية، ومن المتوقع التصويت عليها آخر الشهر الجاري. بنجد الترحيب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ ماجد عاطف، وايضا معنا عبر الاقمار الصناعيه من برلين عمرو مجدي الباحث بمنظمه هيومن رايتس ووتش في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا. خلينا نبدا معاك يا عمرو. يعني البيان كان شديد اللهجه، هو متخوف جدا من جمله التعديلات، تقريبا جميع التعديلات عليها ملاحظات، لماذا هذا التخوف؟ أهلا أستاذ تامر وأهلا بالسادة المشاهدين. أعتقد التخوف واضح ويعني قيل عن طريقنا وعن طريق يعني ناس كتير جدا، وهو أنه هذه التعديلات عبارة عن دسترة لحكم العسكر، هي تعطي العسكر سلطة مطلقة في يعني الوصاية على الحياة السياسية والمدنية، و ربما حتى سلطة إزاحة الرؤساء المنتخبين كما حدث في 2013، سيصبح الآن هذا النص دستوري. بالإضافة لجملة أخرى من التعديلات التي تعطي يعني تخل تماما بالتوازن بين السلطات، وتعطي لرئيس الدولة رئيس الهيئة السلطة التنفيذية يعني صلاحيات طاغية يعني يطغى بها على السلطة القضائية ويقوض يعني ما تبقى، لو كان في أصلا حاجة تبقت من استقلال القضاء في مصر. طيب كمنظمة حقوقية شايف إيه أكتر التعديلات اللي بتمس يعني حالة حقوق الإنسان أو هتكون خطر على حالة حقوق الإنسان مستقبلا؟ نعم، نحن ذكرنا ثلاثة من هذه التعديلات، يعني السلطة المؤسسة العسكرية في التدخل في الحياة السياسية،
وده شيء خطير جدا. ويعني بدلا من أن نتعلم من تجارب الدول التي مرت بهذه النوعية من العقليات العسكرية والرجعية، يعني نعيد اختراع العجلة ونريد يعني أن نقوض الاستقرار ونقوض الحياة المدنية. التعديل الثاني هو توسيع سلطة القضاء العسكري في محاكمة المدنيين. يعني احنا عندنا في آخر 4 سنين تقريبا ما يزيد عن 15,000 مدني، من ضمنهم حوالي 200 طفل تم إحالتهم للنيابة العسكرية. والآن نجد أيضا تعديل لحتى توسيع هذه الصلاحية بحيث أن يصبح القضاء العسكري سلطة قضائية موازية للقضاء المدني، ويعني تتغول على اختصاصه. والتعديلات الأخرى التي تتغول على استقلال السلطة القضائية، ما تبقى من استقلال القضاء في مصر سيصبح من يعني هناك هيئة برئاسة يعني رئيس الجمهورية، يشرف عليها رئيس الجمهورية، تتولى الإشراف على القضاء ويعني تحديد ملامح أو أساليب تعيينهم. يعني وده بيجي، خلينا نقول إن ده كمان بيجي على خلفية تقارير صحفية شفناها في الفترة الأخيرة عن تدخل المخابرات في اختيار وتعيين القضاء عن طريق اختبارات للوطنية أو خلاف ذلك مما قرأناه في الإعلام. خليك مع أستاذ عمرو. نعم. هنتقل لضيف الاستوديو أستاذ ماجد عاطف. أستاذ ماجد، هل تتفق مع هذه التخوفات يعني اللي أبدتها هيومن رايتس وباقي المنظمات الحقوقية؟ هو الحقيقة أنا عندي سؤال تاني. البيان اللي قريته أنا بتاع المنظمات الحقوقية المصرية، في تصوري الشخصي إن ده مش شغل المنظمات الحقوقية. يعني المنظمات الحقوقية مش شغلتها وفق تصوراتي إنها تشتغل على الكلام ده كله. ده بيان سياسي بامتياز. أنا مش ضده. أنا شايفه بيان محترم جدا وبيان شجاع جدا. توصيف. ده مش شغلكم. يعني أنا ممكن وفق اللي فهمي، لكن منظمة المفاوضية المصرية للحقوق الشخصية مجموعة المواطنين النهاردة كلهم، أنا كنت ممكن أفهم إن هم يتكلموا مثلا عن المعتقلين أو يتكلموا مثلا عن شفافية في مراقبة الدستور أو يتكلموا عن انتهاك حقوق المعارضين في البرلمان اللي هم اشتغلوا على كام ده، أو في حاجات كتير جدا حقوقية. بس ده مش حقوق، ده كلام زيان سياسي. يعني ده لو صدر عن مجموعة أحزاب أو لو صدر عن الجبهة المصرية أو الجبهة الوطنية ممكن أفهمه، لكن صدر من حتة تانية. أنا ده في مصر، أنت عارف كل واحد ما بيشتغلش شغلانته في مصر. لكن بشكل عام لو احنا بنتكلم مش عن يمكن المقصود انه جمله هذه التعديلات هتؤثر في النهايه على حقوق الانسان. يعني بيان سياسي بامتياز. انت بتتكلم على الصياغات. بيان بتاع، مش بتكلم على بتاع هيومن رايتس ووتش، بتكلم على بتاع بيان الجمعيات الحقوقيه المصريه. هو بيان سياسي بامتياز، بيان محترم متفق معاه، بس في الاخر ده صادر من ناس حقوقيين. مش المفروض انه يعني تعرف لما تيجي نتكلم عن بيان المنظمات المصريه تحديدا، معانا الاستاذ محمد عبيدي الباحث القانوني في المفوضيه المصريه للحقوق والحريات. استاذ محمد برحب بيك. وكان ملاحظه أستاذ ماجد عاطف أنه حتى ولو كان متفق مع المضمون، لكن هو بيان سياسي ما كان يجب أن يصدر عن منظمات حقوقية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بي. أولا فكرة أن المنظمات الحقوقية ما تتكلمش أو ما تحاولش تطرح جزئية سياسية، الدستور أو تعديلات الدستور ما تعتبرش حاجة سياسية، هي حاجة مرتبطة بسيادة القانون في الأول وفي الآخر، فليها علاقة بشكل مباشر بحقوق الإنسان. التعديلات الجديدة اخترقت نصوص دستورية صريحة، فبالتالي أي اختراق لأي نص دستوري هنا يعتبر أنت بتخترق سيادة القانون، وبالتالي إحنا المفروض نتكلم عن التعديلات الدستورية. ومن حق المنظمات المجتمع المدني، وده دورها الأساسي، إن هي تتكلم عن التعديلات الدستورية. حاليا انا يعني شغلي الاساسي انا بشتغل على فكره بحث وتحليل التعديلات الدستوريه الجديده اللي صدرت. التعديلات فعليا مخالفه للماده 226 من الدستور اللي المفروض بتحدد شروط واجراءات التعديل، واللي المفروض مجلس الشعب يلتزم بيها في طلبه لتعديل نصوص معينه في الدستور. الماده بتحصن نصوص معينه متعلقه بفكره اعاده الانتخاب او بالحريه والمساواه، وكون المادة بتحصل نصوص دستورية صريحة فهي بالتالي طيب مفترض طيب انها طيب تكون محصنة. محمد انا عايز اقف معك عند النقطة دي تحديدا، لانه يعني الاستناد على المادة 226 في رأيين، وخد بالك انه في محامين وقانونيين معارضين دخلوا معانا هنا وقالوا انه لا، ما فيش حاجة اسمها مادة فوق دستورية، وانه اي مادة في الدستور هي خاضعه للتعديل، وبالتالي تعديل الماده 226 واجراء باقي التعديلات بناء على كده مش حاجه غير قانونيه.
لا يا فندم، اولا يعني انا طبعا مع احترامي لكل اراء القانونيين اللي موجوده، انا مش فقيه قانوني ولا دستوري، انا باحث ومحلل قانوني، فبالتالي انا ببحث عن كل التفصيله، حتى لو ليا راي مسبق انا بوصل السند والدليل بتاعها من الاحكام القضائيه او تفسيرات النصوص الدستوريه في المحكمه الدستوريه العليا او من النصوص الدستوريه القديمه. احنا كان عندنا نصوص فعلا محصنه لمواد في الدستور، في دستور 23 وفي دستور 1930 على ما اتذكر او 1936، وفكره تحصين النصوص الدستوريه موجوده في كذا دوله على مستوى العالم، ووجود النصوص دي بيبقى محصن بالضروره. عشان تسقط نص دستوري، مع نص دستوري محصن معناها انك بتسقط الدستور نفسه او بتسقط شرعيه الدستور، وبالتالي بتسقط شرعيتك كبرلمان او كرئيس جمهوريه مقترح بطلب التعديل. انت عشان تروح تقدم طلب التعديل قدام مجلس الشعب لازم تستند للماده 26 بالمنطق. يعني هقول لك بعيدا عن القانون، ما ينفعش تستند على ماده وتطلب بعد كده تعديلها. يعني انت بتستند عليها، انت بتهدم الحاجه اللي هي تديك حق طلب التعديل، انت كده بتهدمها. فهل ده يجوز منطقا؟ ولا منطقا ولا قانونا. وفكره وعلى مستوى العالم الدساتير اللي فيها نصوص محصنه لم يتم تعديلها بشكل زي إيه؟ دستوري سليم، يعني ما بيتحس. حاله ايه مثلا؟ نعم. حاله ايه كان في نص شبيه ولا وكان في محاولات للتعديل وما حصلش؟ يعني ايه ابرز الحالات؟ يعني ما فيش يا فندم، ما حصلش. هو ما حصلش. يعني احنا عندنا في مصر مثلا دستور 23 او دستور 1930 تم الغائه بشكل كامل، تمام، واتعمل دستور جديد، وده هنا بيبقى معتمد على شرعيه بتحصل بشرعيه ثوريه او باعلانات دستوريه او بغيره، وبيتم بعد كده استفتاء الشعب، ومجرد استفتاء الشعب اصبح الدستور سليم 100% ايا كانت الاجراءات اللي تم على اساسها. يعني حتى احنا دلوقتي واحنا بنقول ان في حظر في الماده 226، لو الاجراءات مشيت وتم استفتاء الشعب فعليا على الدستور، خلاص كده بقى نص دستوري. انا ما اقدرش اقول عن نص الدستوري ان هو غير، ان هو غير دستوري، حتى لو هو متعارض مع نصوص صريحه في الدستور. يعني التعديلات الدستوريه احنا لينا تعليقات عليها، بس لو تم اقرار التعديلات دي بمقتضى الشعب خلاص الموضوع انتهى. هنا بيبقى الامر صادر بامر الشعب، ما يقدرش اي سلطه في الدوله تقول ان التعديلات دي غير دستوريه، وما يقدرش اي شخص يفسر نصوص الدستور على كيفه. يعني احنا عندنا دستور الصين مثلا بيقول ان النظام ديكتاتوري ديمقراطي، هل ده منطقي؟ بس ده نص دستوري، ما ينفعش اقول ان النص ده مش دستوري رغم ان هو مش منطقي. يعني هو ما يركبش على بعض. ما اقدرش افتيك في دي بقى لان الحقيقه ما اعرفش دستور الصين. خليك معايا استاذ محمد. لا ده تمام. انتقل للاستاذ عمرو مجدي مره اخرى. استاذ عمرو، كيف ترى هذا الجدل القانوني بشكل اساسي على الماده 229 والحق اصلا في تعديل الدستور ولا لا؟ هل شايف انه فعلا نعم مش من حق الدوله او مش من حق البرلمان قانونا ان هي تقوم بهذه التعديلات؟ خليني يعني في الإجابة على سؤالك أرجع برضو للنقطة اللي طرحها أستاذ عاطف، والمسألة أنه أستاذ ماجد المسألة في بيان Human Rights Watch هو لغة قانونية بحتة. يعني مرجعيتنا إيه هي المرجعية؟ هو ده اللي بيفرق. المرجعية هي القانون الدولي، ولذلك هتلاقي أنه في بيان Human Rights Watch تجنبنا الحديث عن مدد الرئاسة مثلا. يعني احنا ذكرناها كخلفية أو كجزء من التعديلات المطروحة، لكن لم نركز الانتقاد عليها لأنه لا يوجد في القانون الدولي شيء يعني يؤكد أنه لازم الدول تحدد مدد الرئاسة بفترات معينة. وكذلك تجنبنا الحديث والجدل عن المادة 226 لأنه أيضا لا يوجد لها سند أو أصل في القانون الدولي. هو ده مرجعيتنا. أعتقد أن احنا لما بنتكلم عن المادة 226 احنا بنحرف الصراع أو الجوهر المشكلة، ويعني بنزنق نفسنا في حتة ملهاش معنى أو ملهاش أصل كبير. المسألة الأساسية هو أنه في سلطة عسكرية طاغية تريد أن تؤبد حكمها، يريد أن يؤبد حكمه وحكم الفرد وحكم المؤسسة العسكرية. هو ده أصل ما هو ده بقى بالظبط وجوهر القضية اللي بيتكلم عليه أستاذ ماجد يا عم. يعني مثلا استخدام لفظ السلطة العسكرية الحاكمة في مصر حتى في البيان نفسه، وفي يعني ده مش انحياز سياسي، ده مش مصطلح سياسي بعيدا عن الجزء القانوني المتعلق بالموضوع نفسه. نعم، نحن وصفنا المسألة بأنها حكم سلطوي في عنوان البيان وفي يعني متن البيان، وصفناها بأنها حكومة مدعومة من المؤسسة العسكرية. ده يعني لو وصف لو أنا هلتزم بلغة البيان 100%، لكن أنا هنا يعني باخد نوع من المساحة وبتكلم أكتر. لكن المسألة هي أنه هناك تعديلات، نحن أمام سلطة
قال رئيسها بشكل واضح منذ سنوات أن هذا الدستور كتب بنية حسنة، وكان معنى هذا الكلام على أرض الواقع أنه لم يطبق أصلا الدستور، يعني كل مواد الحريات وحقوق المواطنين تم الجور عليها بشكل كامل. يعني فين المادة اللي بتمنع التعذيب، فين المادة عن حرمة الحياة الخاصة واللي بنشوفه اليومين دولت، يعني فين المادة المواد المتعلقة باستقلال القضاء وخلاف ذلك. نحن أمام دولة تسحق القانون، وبدلا من أن تراجع موقفها من سحق مواد الدستور، هي تريد أن تدستر أو تشرعن هذا النوع من الانتهاكات، ويعني تجعلها في الدستور، بحيث أنه بعد كده لو العسكر تدخلوا في السلطة، لو الرئيس جار على السلطة القضائية يقول لك دي مادة في الدستور. يعني باختصار أنت المقصود مش الترتيبيه اللي هيتم بيها التعديل او الجدل حتى حوالين القانونيه او لا، لكن حوالين جوهر التعديلات نفسها وما ستؤدي اليه بصرف النظر عن العمليه القانونيه المعقده، مين من حقه ايه او مش من حقه ايه. تمام كده؟ نعم. الماده 226 هي لا تعنينا في شيء. تمام. المساله هو جوهر التعديلات ونصوص التعديلات نفسها. تمام. انا كنت متاكد منك ان فهمت صح استاذ ماجد. ما زي ما قلت لك انا مش عايز اقف في المربع ده كتير عشان ما بقاش هو الموضوع كده، بس تقرير هيومن رايتس ووتش بالنسبه لي الى حد كتير اشتبك في موضوع حقوقي، اشتغل في موضوع حريات، لكن تقرير الجامعات المنظمات المصريه حتى الاستاذ محمد لحد بيتكلم في اللحظه دي بيقول لك ما احنا حقنا نتكلم. ايوه، ما انا مش معترض انكم حقكم تتكلموا، بس تتكلم في ايه؟ اني زاويه؟ انت ايه الزاويه انت متكلم فيها؟ هيومن رايتس ووتش جزء كبير منها بصرف النظر ان التون بتاعه كان الى حد ما واخد سايد من مش واقف في النص، بس ماشي، بس في الاخر هو اشتغل على الجزء الاكبر من شغله. لكن انت حفظي كله انا مش ضد اللي اتقال، بس انت دي مش الصياغه نفسها والطريقه مش زاويتك. انت في حاجات كتير تانية الحقوقيه، حريه الشخص اللي قلت لك من شويه دي كنت ممكن اتوقع او اتصور ان دي المفروض المنظمات الحقوقيه تشتغل فيه، لكن زي ما اقول لك المنظمات الحقوقيه مطلعه بيان سياسي، بيان كويس محترم وكان زي الفل وكنت انا اعلقه بكره الصبح، بس لو طلع من الاحزاب. بس طبعا عشان ما فيش احزاب وما فيش حركه مواطنيه فهم قاموا بالدور ده. محدش بيشتغل بشهادته في مصر يعني. ايه اكتر ماده لو افترضنا او رتبناها، يعني ايه اكتر ماده بتقلقك في التعديلات؟ الباكج بتاع القضاء. مش الماده، هما في باكج بتاع القضاء. النائب العام وتعيين المحكمه الدستوريه العليا والنائب العام اسم حاكم ورئاسة الرئيس لل الباكج ده كله على بعضه بالنسبة لي مقلق جدا. يعني فكرة ان الرئيس هيقعد مدتين او ثلاثة او اربعة متعوق، يعني خلاص ده انا ممكن اعيش معاه، يعني انا عشت عمري كله مع حسني مبارك، فماشي خلاص ماشي. فكرة ان الجيش لي ابر هاند على الموضوع، ما هو طول عمره ابر هاند، يعني ما مصر الجيش طلع لها شعب، ماشي ممكن برضو اعيش معاه. لكن بالنسبة لي انا كماجد اكثر شيء مقلق بالنسبة لي هو الباكج بتاع القضاء، لان ده بيلعب في تركيبه حقيقيه في الموضوع ده. انا بالنسبه لي شايفه اخطر جزء في اللي حصل. بقيه الحاجات اللي حصلت حتى لو كان الامر الواقع كده، يعني حتى ما لو كانش كان كده. ما هو ما كانش كده. الامر الواقع ان الجيش هو المؤسسه الاولى في مصر من ايام احمس. انا بتكلم في الجزء بتاع القضاء. الامر الواقع ان رئيس الجمهوريه او الحاكم في مصر من ساعه ربنا ما خلقنا لحد دلوقتي بيطلع من القصر الى القبر. ده الوضع كده. لكن الوضع ما كانش كده في ملف القضاء. دي حاجه مختلفه، ده فيرجن ثاني. ده وفقا لتصوراتي عنه. طيب خليني أرجع مرة أخرى لضيفي عبر الهاتف، معايا الأستاذ محمد عبيد. أستاذ محمد، يعني تعليق أخير وسريع لأن إحنا للأسف وقتنا يعني قرب يخلص، هل هيكون لكم دور في مراقبة الاستفتاء؟ هل خدتوا قرار إذا كنتوا هتشاركوا أو هتقدموا طلبات عشان تتأكدوا من سلامة عملية التصويت ولا لا؟ لا هو يا فندم حتى الان يعني كل ده مطروح، بس حاليا الشغل الاساسي على فكره التعديلات المطروحه نفسها. لازم التعديلات دي توصل للناس، يعني انا مش هقدر افرض على الناس ان هي تقول نعم او لا، بس اقدر اوصل لهم مضمون لا التعديلات. بس تراقب، انا اقصد انكم كمنظمات تراقبوا عمليه التصويت نفسها. انا فاهم يا فندم. ده مطروح جدا، ده مطروح طبعا طبعا، ده مطروح. احنا بنتكلم على الوسائل الثانيه طبعا، ده مطروح. بس يعني احنا انا حاليا شغلي الاساسي على فكره بحث النصوص والتحليلات وتحليل القانون، التحليل القانوني للنصوص الدستوريه الصادره. يعني هو في فعليا
نصوص اللي ليها علاقه بالقضاء دي بتقوض السلطه القضائيه بشكل كامل، واللي معروف وفقا للدستور الحالي استقلال السلطه القضائيه هو ضمانه لفكره سياده القانون وضمانه لحقوق الحريات. فكون السلطه القضائيه تكون مقيده فده بيخل بالفكره دي. يعني انت برضو متفق على انه ده قد يكون التعديل الاخطر اللي هي فكره المساس طبعا بالقضاء. طبعا يا فندم. طبعا هي التعديلات يا فندم يعني يحتاج فيها الكلام منذ طويل. انا يعني انا الداتا القانونيه اللي استخرجتها في الجزئيه دي واللي لسه بسند بيها كل راي المفروض يتقال، في حاجات على فكره تسند موقف الدوله في اللي هي بتعمله، وفي حاجات تسند موقف حقوق الحريات او انك ازاي تدعم وتظبط النصوص الدستوريه اللي هتصدر دي بحيث ما تصدرش بالشكل ده، او انه اصلا التعديل يكون خاطئ في الوقت الحالي. فمحتاج ده يعني لازم طبعا يكون الكلام عليه باستفاضه. بس انا كان تعليقي على الماده 141 انه حتى في التقرير اللجنه التشريعيه اللي تقدم لرئيس مجلس النواب اللي منصوص فيه بيقول ان اللي اتعدل في الماده دي هو فقط الفقره الاولى اللي بتقول من 4 لـ6 سنين. يعني ده اللي متقدم من مجلس النواب، وده لتقرير اللي صدر من اللجنه التشريعيه بيقول ان ده الفقره الاولى بس هي اللي تم تعديلها، في حين ان لما ضهيت النصين مع بعض جبت النص الجديد الصادر والنص اللي موجود فعليا في دستور 2014، النص اللي موجود في دستور 2014 كان بيقول لا يجوز اعاده انتخاب الرئيس الا لمره واحده فقط، يعني هم مرتين اول عن اخر. تمام. ما ينفعش يزيدوا. انا بشكرك. أنا بشكرك، للأسف وقتنا خلص، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عديد، باحث قانوني في المفاضلة المصرية للحقوق والحريات، أيضا بشكرك ضيفي في الاستوديو أستاذ ماجد عاطف الكادر الصحفي وضيفي عبر الأقمار الصناعية من برلين أستاذ عمرو مجدي الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خلصت حلقتنا النهاردة من بتوقيت مصر، هنشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. تصبحوا على ألف خير.